أول تعريف عرف الله سبحانه وتعالى به نفسه لعباده في أول ما نزل من القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو الرب الذي خلق، قال تعالى في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ففي الآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى فعل الخلق على وجه العموم ليشمل كل الخلق وفي الآية الثانية تكرر فعل الخلق للإنسان على وجه الخصوص وفي التكرار أو التخصيص لفتة في غاية الأهمية وهي أن الخطاب التكليفي للبشر قائم على أساس هذه العلاقة علاقة الخالق بالمخلوق والغفل عن أثار تطبيق الحقيقة البديهية دي في حياتنا بيؤدي إلى إشكاليات في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى في رحلة السير إليه في هذه الحياة والسؤال اللي المفروض يشغل بال السائرين إلى الله عز وجل بعد المعرفة والإقرار بأن الله هو الخالق بالألف واللام وبأنه هو المخلوق كيفية ضبط البوصلة في رحلة السير إلى الله عز وجل وفق هذه المعرفة وهذا الإقرار وتناول الإجابة على التساؤل ده هيكون من خلال حاجتين الحاجة الأولانية هي معرفة حق الخالق على المخلوق والحاجة الثانية هي معرفة قدر الخالق وقدر المخلوق فبالنسبة للنقطة الأولى هتخلينا نتكلم عن الانسان اللي زيه زي غيره من المخلوقات، يعتبر مخلوق في منظومة الخلق الالهي لهذا الكون، وبما انه مخلوق في منظومة الخلق الالهي، فمن الطبيعي الا يكون لهذا المخلوق خيار على الحقيقة في انه يوافق مراد خالقه او لا يوافقه، وانه لا يملك من حيث الاصل الا الخضوع والموافقة المطلقة لهذا الخالق، الا ان ربنا سبحانه وتعالى الخالق استثنى هذا المخلوق اللي هو الانسان فوهب ليه اراده ولهب لي طاقه عقل وقلب وقدره كسب فيكون من خلالها قدر من حريه التصرف والاختيار ليجازى على ذلك في الاخره على ما كان منه وفق اختياره في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى بيبين لهذا المخلوق اللي هو الانسان سبب تميزه بهذا الامر ووضح وبين لهذا المخلوق كيفيه سلوك السبل المرضيه لي سبحانه وتعالى وثواب ده تفضلا منه سبحانه وتعالى على هذا المخلوق والسبل الغير مرضيه وعواقب ده عليه في الدنيا والاخره وده مدلول النجدين في قوله تعالى وهديناه النجدين يعني وضحنا وبينا ليه سبيل الخير وسبيل الشر وبالتالي ان اتباع هذا المخلوق اللي هو الانسان لاوامر الخالق الله سبحانه وتعالى ليس تفضلا او منه من هذا المخلوق على خالقه بل هو واجب مخلوقيته والخالق العظيم سبحانه وبحمده بعظيم جوده وفضله وكرمه بيشكر لهذا العبد المؤمن إيمانه كما يعاقب الكافر على كفره ومخالفة الإنسان لأمر خالقه ليست نوع من أنواع الحرية المحمودة ولكن في الحقيقة هي وبال وخسران على هذا المخلوق في الدنيا والآخرة ما لم يتب عن ذلك ويرجع إلى خالقه مرة أخرى وده اللي وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا في الحديث للخاص بسيدنا معاذ فيقول كنت رد في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ودوام استحضار المعاني دي يا جماعة في رحلة السير إلى الله عز وجل بيحفظ العبد السائر من استعظام اي امر من امور العباده او الطاعه او انه ينسبها لنفسه او يستكثر بها على ربه سبحانه وبحمده فضلا عن التكاليف الشرعيه عموما وبيبعد بقى عن التفلسف الاجوف حول ماهيه الكون وطبائع التكوين ويتفرغ للاقبال على البيان المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى اللي هو القران لينشغل بتفعيل وممارسه ما خلق من اجله في هذه الحياه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت